السيد الكريم ضرب لي على هذا البيت ديال الريال هو الاول. وتعالى عندي نشوفوا هذا البيت اللي عندنا اليوم السيد الكريم. غنماركيو البيت على السوق. جبت لنا السيد الكريم واحد الكيسينه شي حاجه مخيره فقط. شوف عندي معولات الشعر 30000 ريال 1499 درهم فقط 1499 درهم غادي تاخذ البيسي. كنتي طالب ماشي طالب هذا خدام لاي واحد. بيسي 30000 ريال فقط غادي تاخذ كونفيغوراسيون مخيره تتباع في بلاي سبرين اقل حاجه 2000 درهم. ما نقولكش انا ماشي شركه ما معروفاش، انا غنقول لك شركه ديال دين. دين ما تحتاجش تدفع عليها بتاتا، مهما دويتي عليها غتكون حقرتيها. شركه معروفه عاد يعني شركه كبيره وقديمه وكل شيء والجوده والاداء من طبيب. السيد الكريم عندنا هذا الحاسوب هذا، ما غاديش نقول لك انا 12 بوس ولا 11 بوس، نقول لك انا هنا الحجم الكبير 14 بوس، فيه البصمه ديالك، فيه الكاميرا، يعني ما غنقولكش راه ما فيهش الكاميرا ولا ما فيهش البصمه، فيه كل شيء الخصائص اللي غادي تحتاج. تنديو السيد الكريم هنا على لاتيتود 54 40، هذا هو الموديل اللي عندنا اليوم. نلقى من طبيعه الحال ما نحتاجوش ندويو عليها السعر تقريبا. كما كنشوفو الكلافي ديالنا هو هذا كما تنشوفو، هذا هو الكسي ديالنا. كيتحيد ليه الباتري ديال المنبر بحال ما هكا من هنا، تقدر تحيد الباتري وتقدر ترجعو. وهذا الحاسوب ولكن ضرب لي على هاد اللعبة السعر تقريبا. اش بغيتي فيها؟ هادي ما بقيناش تنشوفوها ياك؟ قليلة إلا عندك فوجيتسو. هانت شتي راس لي زيات، يو اس بي، عندك كلشي من طبيعة الحال، جميع المنافذ اللي تقدر تحتاج، عندك البلاصة ديال لي زدي كارد، كلشي كلشي. من طبيعة الحال تيجي معاه الشاحن ديالو، وشهر الكارانتي هادي ما نحتاجوش ندويو عليها. الويندوز 11 باش تعرف أن البي سي شي حاجة مخيرة. غادي نجيو نشوفو الكونفيكراسيون ديال هاد البي سي ديالنا الإخوان. غنشوفو عامل البارامتر هنا. عندنا الاخوان هنا تخيل معايا اي 5 كاتريام ترديد ديال 2 جيجا هرتز 8 جيجا فرام. عرفتي الاخوان ب 1500 درهم تيبيعوا فيها دابا، تيبيعوا فيها تيبيعوا 4 جيجا فرام، وتيبيعوا 128 ولا 256 اش دي دي ماشي اس اس دي. انا هنا ب 1500 درهم غادي نعطيك اي 5 كاتريام جينيراسيون دو فيه 2 جيجا هرتز 8 جيجا فرام 128 اس اس دي بالويندوز ديالك انستالي من طبيعه الحال. وتابع الاوفيس الا بغيتي ياك السعر ديالك غتكلف لهم الامور ياك ان شاء الله. فينش غرام ديال المشكل، الثمن فقط 1499 درهم. هادشي اللي فينا الاخوان، عندنا فيه واحد الكميه يعني جد متواضعه. اللي بغى الاخوان يقضي الغرض ما فيهش بزاف هادشي اللي كاين الاخوان. اللي بغى يقضي الغرض يبيع لي قبل ما يسالي 1500 درهم الاخوان، تيبيعوا بها في السوق الكاطروا ماشي الانسان. الاي 3 تيبيعوها ب 1500 في السوق، انا هنا غنعطيك الانسان 4 8128 فقط ب 1499 درهم. الاخوان حنا كاينين في قناه جوهره سيدي مومن دار البيضاء، اللي كيجي المحل اللحظه الدراري غيتهلاو في من طبيعه الحال. بغيتي نصيفطو لك ايضا البي سي ديالك، كون على يعني كون على يقين انه غادي يوصلك على يعني كيما شفتي، ما كاين لا هرس لا والو. تحيه لكم وتبارك الله عليكم.